نيجي على نعمة تانية اسمها نعمة الشمس. نعمة الشمس دي أنا بقول للناس إحنا محتاجين الشمس كل يوم ساعة على الأقل. محتاجين الشمس ليه؟ علشان بتعمل لنا تحت الجلد فيتامين دي، أكتف فيتامين دي. أكتف فيتامين دي ده مهم جدا في إيه؟ في بناء العظام، بناء الشعر، في قوة عضلة القلب، في بناء المناعة. طب أنا لو ما عنديش فيتامين دي كويس اللي هو ما عنديش شمس يحصل إيه؟ يحصل في الأطفال كساح، ريكتس، يحصل هشاشة عظام، يحصل ضعف مناعة، يحصل سقوط شعر، يحصل إن العظم ينكسر، كل ما واحد يكعبل في سجادة يقع يكسر. عشان كده الشمس دي نعمة من ربنا. خلاص؟ بص كده، إحنا كلنا بنطيق الشمس، لكن في ناس مخلوقة ما بتطيقش الشمس. بص البنت دي، البنت دي مخلوقة، أنتوا عارفين الألبينو أو نوع من فقد الخلايا الملونة في الجلد. لو فقدت الخلايا الملونة في الجلد ما تتحملش الشمس، لأن الخلايا الملونة في الجلد عندنا هي اللي بتخلينا نتحمل الشمس. وبذلك الناس اللي في البلاد الباردة هتلاقي الخلايا الملونة عندهم إيه؟ خفيفة، فلون بشرتهم إيه؟ فاتح. والناس اللي عايشين في حرارة عالية عند خط الاستواء ها هتلاقي لون بشرتهم إيه؟ أسود، لأن الجلد الأسود أكثر مقاومة لأشعة الشمس الحارقة. شوف ربنا تبارك وتعالى. إذن تعالى نبص كده، لما نشوف الزيرو ديرما بيجمنتوزم ده، البنت دي ما عندهاش الغدد أو ما عندهاش الخلايا الملونة اللي هي البيجمنتوزا أو البيجمنتس، ما عندهاش بيجمنتس في الجلد، وبالتالي الجلد بتاعها مش هيستحمل إيه؟ الشمس. وهي عشان كده لما تمشي بالشمس لازم تمشي يعني منتقمة خالص، إضافة إلى أنها مثلا يعني ما تقدرش تحتمل الشمس، ولا وطبعا جسمها ممكن يصاب بسرطان جلد وغيره. إذن إحنا محتاجين شمس؟ ليه؟ عشان تنشيط المناعة. عشان كده بوصي كل واحد يتعرض للشمس، حتى الناس العواجيز، وإلا عظمهم هيتكسر.